أخبرنا النهاردة من الدعوة اللي كان أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، دعوة للحوار الوطني. أعتقد أن الكل يعني تابع يعني إفطار الأسرة المصرية وتابع هذا يعني إطلاق الدعوة اللي الحقيقة لاقت ترحاب كبير في الشارع السياسي المصري. وإحنا من خلال برنامجكم اليوم بنحاول نفتح إحنا كمان طاولة الحوار للحوار عن الحوار الوطني. مين من الأحزاب السياسية هيكون متواجد على طاولة الحوار؟ إيه أبرز وأهم يعني المحاور اللي هيتكلموا فيها؟ أجندة كل حزب مقدمها للحوار الوطني هيكون شكلها عامل إزاي؟ هل تلبي بالفعل احتياجات الشارع السياسي المصري؟ احتياجات الشارع المصري اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؟ ده اللي احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا يعني نستشفه من خلال الحوار مع كافة الاطراف. كل الاحزاب السياسية هي مدعوة للحوار في برنامجكم اليوم للحديث بشان الحوار الوطني. الدعوة للحوار الوطني باعتبارها الانطلاقة السياسية للجمهورية الجديدة، الجمهورية التي لا تقسي أحد ولا تهمش رأي، بل أيضا يعني منفتحة على الحوار مع الجميع، المعارضة قبل المؤيدين. الجمهورية الجديدة هي دولة تدرك جيدا أن سفينة الوطن بتتسع للجميع. جمهوريتنا الجديدة زي ما قدرت تكون نموذج للبناء والتطور والتنمية، وكل العالم الحقيقة بيشهد ليه، هتقدر كمان تكون نموذج في الديمقراطية والتعاون إن شاء الله من أجل هدف واحد وهو بناء مصر الجديدة. بيحتل طبعا التجهيز للحوار الوطني المساحة الأكبر من اهتمام الساحة الشعبية والسياسية والإعلامية، والكل بينتظر الحقيقة لحظة انطلاقه. وكمان الأهم هي المخرجات من هذا الحوار الوطني. الأحزاب السياسية، كل الكيانات والقوى السياسية المدعوة للحوار، واضح انها جهزت الحقيقه ملفات ليها، وجهزت كمان مقترحاتها والنقاط الاساسيه اللي هيدخلوا بيها هذا الحوار. ايه المنتظر من الاحزاب ومن المدعوين للحوار الوطني؟ ازاي بيجهزوا انفسهم؟ وايه ابرز المحاور اللي هتكلموا فيها؟ احنا بينضم لنا هاتفيا الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار. دكتور عصام برحب بيك. اهلا وسهلا استاذه دينا. أهلا بيك. والبداية، هل الحزب هيتحاور في الملف السياسي فقط ولا في ملفات تانية؟ عشان الحقيقة ملاحظ يعني من خلال حديثنا خلال الفترة اللي فاتت، التركيز الأكبر للمشاركين خلال التصريحات اللي فاتت هو أو هي على الشأن السياسي. إيه أطروحات الحزب، حزب المصريين الأحرار، على طاولة حوار الوطني؟ طبعا أهلا بالسادة المشاهدين يا أستاذة دينا. الحقيقه احنا عندنا يعني فلسفه ان السياسه هدفها مش ممارسه السياسه للسياسه. السياسه هي وجدت لرفاهيه الشعوب، رفاهيه الاوطان. فاذا ما كانتش السياسه هيبقى لها تاثير مباشر على حياه المواطن في كل المجالات، يبقى السياسه ما لهاش قيمه. ومن هذا كان منطلقنا ان الملف السياسي ده جزء من الملفات اللي تقدمنا بيها، لانه حضرتك الاقتصاد سياسه، الرياضه سياسه، الثقافه سياسه. وبالتالي احنا كان لينا بالاضافه للملف السياسي في الملف الاقتصادي، الملف الاجتماعي، ملف الرياضه، ملف الثقافه، وملف الشباب. الحقيقه المحور اللي يعني كل هذه الملفات لها هدف اساسي، لها فيجن، وهي تطوير الانسان المصري بما يلائم الجمهورية الجديدة. لأن الإنسان هو العنصر الرئيسي والحيوي في نهضة أي دولة. وبالتالي احنا تركزنا على تطوير الإنسان إلى مستوى ثقافي معين، تعاريف معينة، ثقافة العمل، ثقافة التعليم، ثقافة التحدي، ثقافة الطموح، الصبر. الثقافات المتعددة دي مهمة جدا، وخصوصا ان الانسان المصري بما له من تاريخ وحضاره ممتده عبر العصور السابقه كلها، عنده مخزون كبير جدا محتاج بس ان احنا نتعاون مع بعض عشان نوصل لافضل مستوى ممكن من انسان قوي يواكب الجمهوريه. طيب انا عايز ارجع بحضرتك دكتور عصام خطوه يعني للوراء. في رأيك إيه أهداف الدعوة للحوار من وجهة نظرك، وآليات تنفيذ مخرجاته إيه؟ يعني الكثير من الأحزاب وإحنا نتحدث إلى يعني رؤساهم يعني كانت لديهم بعض التعليقات حول الضمانات
اللي هتقوم بعد عملية يعني المخرجات، يعني ضمانات بحيث أنه يتم يعني العمل بعد ذلك على يعني مخرجات الحوار الوطني. من وجهة نظرك في نقاط يعني. طب حضرتك، هو السؤال بتاع حضرتك مركب، يعني الدعوة توقيتها والحوار ايه؟ صحيح. وايه الضمانات اللي بيطلبوها وطريقة التنفيذ اولا؟ الحقيقة توقيت الدعوة كان واضح من كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح، وهي انه الان الاوان الان للدخول، بداية خطوات ومراحل لدخول الجمهورية الجديدة. وبالتالي فخامة الرئيس حب ان كل القوى الوطنية الموجودة في الوطن تشارك في وضع رؤية شاملة للجمهورية الجديدة. ده التوقيت من وجهة نظر. التنفيذ والآلية، الحقيقة كان في خطاب الأكاديمية لنا الجزء الأول منها رؤية الأحزاب في، أو رؤيتنا الناس يعني رؤية المدعوين في تنفيذ طريقة الحوار. الحقيقة احنا حطينا ثلاث خطوات من وجهة نظرنا. الأولانية اللي هي تلقي المقترحات من المدعوين كلهم، سواء كان أحزاب، مؤسسات، نقابات، أو حتى من المنصة اللي أنشأتها الأكاديمية لتلقي مقترحات المواطنين. ثم اللجنة المحايدة اللي الأكاديمية أعلنت عنها من خبراء ومتخصصين، بتجمع المقترحات في كل ملف أو كل مجال وتدرسه، بحيث إنها بتشوف المقترحات الجادة والقابلة للتنفيذ، وبيتم عملية فلتريشن أو فلترة ليها، وبتشوف كم واحد متقدمين، كم مؤسسة، كم حزب، كم فرد بالمقترحات الجادة، وتتعمل عليها ورش عمل ويطلعوا بيها بالكونكلوجن، ثم تعرض في المرحلة النهائية على فخامة الرئيس كما طلب يعني أو كما ذكر. الجزء الأخير حضرتك، وده جزء حيوي جدا بالنسبة لنا، إيه الضمانات؟ الحقيقة أنا بالنسبة لي الضمانة الرئيسية هو صاحب الدعوة، وهو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا هذا، فهو ضامن للحوار وطريقة. أما التشكيك في الضمانات، فأنا الحقيقة شايف أن ده شيء ما يصحش، لأنه خلينا نرجع بسؤال منطقي جدا. طيب لو زي ما بيقولوا كده، يعني معلش أتكلم شوية باللغة العاميه، لو النيه مش سليمه، طب ايه اللي كان يعني يجبر فخامه الرئيس انه يدعو للحوار؟ يعني ما فيش شيء كان يجبره انه يدعو للحوار. فاذا ما ينفعش ان احنا يكون عندنا فرصه وبعدين نتيجه برضه. ما هو ده حضرتك هرجع اقول لغياب الثقافه اللي هو عدم الثقه والتشكك. فالحقيقه انا شايف ان التشكك ده او يعني شيء مش في موضوع وليس له محل من الإعراب. لمست ده لدى يعني هذا التشكك، لمسته لدى بعض الأحزاب ولا لا؟ لا، أنا بتكلم بناء عن كلام حضرتك كان بتقول أن هناك بعض أيوة لا، وأنا بسألك يعني هل لمست هذا التشكك؟ أنا لمسته من بعض الدعوات، وإن احنا ضمانات وطرق، نجد طرق للتنفيذ أو للآلية للضمان. الحقيقة أنا بالنسبة لي الضمان الرئيسي زي ما قلت لحضرتك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم الخطوات اللي ذكرها إنها أسندها إلى الأكاديمية، والأكاديمية هي جهة مهنية جدا وحرفية جدا وتقنية بدليل الخطاب اللي جه إحنا لما قريناه بدقة لقينا لا، ده شيء محترم. طيب دكتور عصام، حزب المصريين الأحرار هل يمكن أن يتكتل مع أحزاب أخرى للخروج بورقة عمل موحدة أو ورقة حوار موحد لاتفاق على أهداف بعينها للحوار الوطني، ولا حزب المصريين الأحرار مش محتاج الآن أن يتكتل؟ لا حضرتك، هو يعني الدعوة كانت اللي احنا فهمناها كده، إن احنا من كل حزب بيقدم للأكاديمية، ثم الأكاديمية بتقوم بخطواتها بعد كده، لأنه يعني احنا ما عندناش مشكلة طبعا ان احنا نتباحث مع الاحزاب ونتكلم، لكن ما نخلي البحث والنقاش والحوار في مكانه اللي هو في داخل الاكاديمية، مع مش بس احزاب، ما هو في نقابات. انا سمعت مثلا نقابة العمال بتتكلم كلام محترم جدا ويؤخذ في الاعتبار، لانهم اصحاب شأن. نقابة الزراعيين بتتكلم كلام محترم. طب ليه احنا نقصر ده؟ نقعد معاهم ونقعد يبقى الحوار، لكن لو احنا تحورنا مع بعض
طب ايه لازمتها بقى ما نروح نقعد في الاكاديميه؟ ما دي وجهه نظري في الموضوع، كل واحد يدلو بدوله بدلو، ثم في الاخر كلنا هنجتمع في امبريلا واحده ونتكلم ونخش في حوار ونطلع بكونكلوجن لمصلحه الوطن في الاخر. طيب في رايك هل يمكن الخروج من الحوار الوطني ومن وجهة نظرك طبعا يعني بنتائج يمكن تطبيقها على الأرض؟ يعني هي حضرتك الموضوع الخروج ونتائج الحوار اللي بيتحمل مسؤوليته نحن المشاركين فيه. لو احنا جادين واحنا عشان ما نلقيش باللوم على شيء اخر، لو احنا جادين وبنطرح زي ما احنا مثلا في المقترحات بتاعتنا او المحاور اللي ذكرناها كنا ماشيين باستراتيجيه عقلانيه جدا، رصد للوضع الحالي ايه؟ طريقه الحل ايه؟ بس وانا بدي طريقه الحل لابد ان يكون عندي ان انا عندي الامكانيه ان انا احل، يعني ما انا ممكن لازم الادوات اللي عندي للحل، ما انا ممكن اقول على اشياء مثلا تكلف الدوله اموال باهظه، لكن احنا في بعض الحلول كنا واحنا بنحطها بنشرح فيها ازاي يتم التمويل الذاتي ليها بدون محمل ميزانيه الدوله. اذا ما انا يعني ما ينفعش ان انا اجي واقول انا بطرح حلول براقه جدا ولكن الدوله لا تملك التنفيذ. فعشان النتائج لازم هتطلع زي ما قلت لحضرتك، الذي يتحمل عاتق النتيجه والمواطن يشعر بالنتيجه الاحزاب المشاركه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار، بشكرك شكرا جزيلا.